كان بتقول لو عرفنا الحقيقة كلها بملف بنك المدينة ما وصلنا لانهيار مالي، مزبوط اللي نحن عليه اليوم. ملف بنك المدينة ننسي في كتير أسماء طمست، هي والمبالغ اللي أخدوها طمس الحاكم، حتى تيب اكس بالأسود حاكم رياض سلامة. ليش طمسة؟ ما بعرف. لو كنت اليوم بموقع مسؤولية هل تقوم بتوقيف حاكم مصرف لبنان؟ إذا في شيء، مع أنه صديقنا الرجل يعني، بس إذا في شيء بسألك بعدك عم بتقول طمس، إذا عم تقلي عن بنك المدينة طمس، بس ما بيعني هذا على الصعيد الشخصي، أنه أنا ما عندي مشكل معه شخصيا. لا عم نحكي كموقع، عم بقول لك أنا هو كرياض حاكم مصرف. إذا في غلط إيه لا تعتبر البعض يقول أنه هو رح يكمل لنهاية ولايته اللي هي مفروض سنة الجاي 2023. إيه بتخلص؟ بيخلص بال 2023. ست الجاي يعني قرب ست سنوات وقتها. نعم. شو بيكمل إذا ما جددوا له؟ كيف بده يكمل؟ ما بده يجددوا له. شو بتكون نهاية رجل مثل حاكم مصرف لبنان؟ هالقد هو رجل الجمهورية من التسعين لليوم. بدي إذا كان عم يسمعني بدي يعمل كتاب إنه رياض سلامة انحكى. رياض سلامة انحكى. يحكي ليش إذا حكى ببرق حاله في برق حاله؟ بس رياض سلامة انحكى بير من الأسرار لبنانية وسورية. بنهاية الحلقة اليوم البلد الكل بيقول أنه رايح إلى مكان أكثر سوداوية ممكن تكون لبنان؟ نعم. حضرتك أكثر من هيك؟ أي. سوداوية أكثر من السوداوية اللي نحن فيها؟ بعد فيه يعني احنا ما في نحن السود، يقول ستترحمون علي بعد في سود رقم واحد وكيف بعتني درجات السواد يعني. لا انا بالعكس انا مع التفاؤل ومع بالعكس مع هيدا السوداويه بس شو اللي بخلي البلد اليوم بتقول انه فعلا ينتخبوا رئيس جمهوريه وما ندخل بالفراغ؟ لانه في كمان راي يقول انه لا رايحين على انتخاب رئيس جمهوريه باللحظات الاخيره. لازم مفاوضات فيينا بتلاقي هي اللي ممكن توصل اذا مفاوضات فيينا مش بتسرع بالانتخاب. مفاوضات فيينا بتقطع واحد قبل الباقيين. كيف يعني؟ اذا خلص مفاوضات فيينا واتفقوا في شخص بيطلع بالوجه راسه ما في غيره. مين؟ الجنرال عون. الجنرال جوزيف عون. اذا اتفقوا على تمرير ورقه الانتخابات الرئاسيه بيكون الاسم جوزيف عون قصدك؟ لا لا لحظه شو لكان؟ برجع عيد حتى ما يشك. اذا صار اتفاق بفيينا اتفاق نووي ما خص انتخابات الرئاسيه، معناتها صار في انفراج بالازمات الاقليميه. بنروح على مرحله الانقاذ قصدك. وهالانفراج هيدا لبنان بده يرتاح ويستفيد، بده رجل منقذ يتمتع بكل المواصفات اللي بتاهله رئيس الجمهوريه. ما في غيره، انا شخصيا ما في غيره بقول. اذا ما صار انفراج، ما صار في حل على فيينا، يعني البلد الازمه مستمره، ساعتها بدهم رئيس يدير ازمه. ما بدهم رئيس يدير حل، هي بتفرق. فاذا احنا مرتبطين خلافا للاراء اللي بتقول ما خاصنا، لا خاصنا بفيينا. خاصنا بفيينا لانه هذا الصراع حاليا هو حتى الخليج عم يتضايق منه ونحن عم نتضايق منه كل العالم. في بنحل قصه فيينا خلاص بيجي رئيس انقاذي يعني بيكون قرروا انه البلد يمشي بالطريق المنيح. ايضا بالملفات ترسيم الحدود البعض عم بيقول انه لابد من الادعاء على كل من تسلم السلطه من بعد 2006 لليوم بالتحديد عم نحكي بالحكومات لانه هن اللي تنازلوا عن خط لبنان 29 يعني هن اللي اساسا ارسوا الخطا عشان هيك وقعنا اليوم بهذه المشكله. بتقول حضرتك انه نحن اليوم كان مقدر انه البلد يفوت بهيدا الصراع اذا بدنا نقول على الحدود البحريه كمان لمزيد من المساومات والتنازلات. الحقيقه انا مش بتابع قصه الترسيم الحدود البحريه قصدي انا مش بتابعها يعني ما بعرف انه ليش اليوم فجاه بس كل شيء عم بفكر فيه ليش اليوم فجاه انحكى بموضوع الترسيم البحري وحكى صار من 10 سنين اجمالا ايه يعني. وصار من زمان ليش نحكى اليوم انه في عندنا غاز بالبحر
طيب ما الغاز بالبحر هذا فكرك انه شركات الغاز شركات البترول ما بيجت عملت فرز للشاطئ اللبناني من زمان، هذا معلوماتي من زمان في مسح العمل من زمان في عمليه مسح للشاطئ اللبناني ويمكن بوقتها كان في تقرير انه ايه في امكانيات غاز وكذا، انه ليش نشوف الغاز اليوم مساله عالميه مظبوط منا مساله محليه، مش هيك لبنان يعني حاليا وضعه شوي دقيق بديش بيكون هالقد، نحن لا عنا افترض عنا غاز ما راح نلاقي شركة بالدنيا تيجي تنقب على الغاز، وافترض لقينا ما بتلاقي تسوق لتر واحد من الغاز ليه؟ نحن بلد صغير بدك إمكانيات دولية هيدي، مش هيك نحن مفروض نلاقي حل لموضوع الغاز يتناسب مع حجمنا. كيف يعني؟ يعني نحن نبيع نكلف شركة تجد لأن هني قادرين يعملوا مش همش قادرين ما عندنا وسائل يعني استخراج الغاز ما إنه عملية هينة فنيا، فنحن بسوى إنه مثل ما أنا برأيي مثل ما عرض علينا إنه خذوا مصاري من هذا الوسيط الأمريكي الوسيط الأمريكي إنه أنتوا لا فيكم تنقبوا على الغاز لا فيكم تصرفوه يعني اليوم بوتين مثلا قلص الغاز على اوروبا بلشوا الناس يبردوا من هلا يعني مظبوط بزيت الملك فيصل منع البترول على اوروبا قضوا شتوي بارده وهيدي شغله انه احنا اليوم بلد صغير لا فينا نقطع غاز عن حدا ولا فينا ننقب عن الغاز من حدا يعني ما في امكانيات هذه دائما بحلول نحن نعتبر نحن نملك الغاز بدنا نبيعه. طيب اليوم هل تثق بالوسيط الامريكي؟ يعني هناك من يقول هو خدم في الجيش الاحتلال الإسرائيلي هو يهودي أصلا إسرائيلي نعم وهو يعني. طيب ما له علاقة يعني بس هو أصلا كيف يعني ما له علاقة بالقانون اللبناني ما له علاقة؟ لا بل هي شيء مش ضرورات تبيح المحظورات يعني لا ما خص بالقانون اللبناني ده ما جاي بصفته إسرائيلي جاي بصفته أمريكاني وبالنتيجة اليهودية هي دين نحن عندنا كان يهودي لبناني عندنا مشكلة يعني جاي بصفته مواطن امريكي طيب فيليب حبيب وقت اجى ايام الشيح مش لبناني الاصل طيب كان مقبول باسرائيل مثلا ما تحتاج على انك انت لبناني باعتبار انه هو جاي بصفته امريكي هلا ثابت انه هو اختاروه انه يهودي يمكن او اسرائيلي يمكن ليش سهلوا عمليه المفاوضات انه بيفهموا عليه بيفهم عليه هون يمكن ما بعرف لا ليش ما ندعي عليه بالعكس عم يستقبله ويستقبله كل رؤساء بيوصل لحل مع لبنان ولا لا هو مجرد إضاعة وقت لا بيوصل لحل بس يبدو انه اسرائيل من الحكومة الحالية مستعجلة بدها تعمل حل لتكسب انتخابية بينما المعارضة بتأخر الحل لتكسب انتخابية برضو على عنده بتشرين تاني انتخابات مظبوط فيمكن يكون مؤجل كل هالشيء لبعد تشرين تاني ليشوف مين بده يطلع نحن بتكون انتهت ولاية الرئيس لا بتكون بلشت ولاية الشغور إذا بدك شو فكرك يعني تتوقع شغور فكرك رئيس. انه 31/10 يعني رح ينتخبوا رئيس ما في رئيس ما في رح تمد كيف بدت ايام بين ميشيل سليمان و سنتين كان رئيس سنتين نعم طيب هلا بعدنا بكير على السنتين يعني اوف انا كثير متفائل رئيس انا ما مش متفائل انا بالعكس متشائم عم بقول ما في رئيس هلا بعرف لانه اللي موعود يعمل رئيس او وعد حاله يعمل رئيس ما فقد امل بعد مين قصدك في كثير وعدين حاله نعم في كثير وعدين حالهم يعني ايه لا في اللي حدا يعني كل واحد وعد حاله انه صار ايام الرئيس عون ايام الرئيس عون ما كان جاي على اساس هو سنتين لا اجى هو تغيرت معطيات قصدك مين الوزير جبران باسيل هو الوعد حاله طبعا وعد حاله وطبعا مش صح يعني وهذا حق مشروع له لغيره يعني انه يعمل رئيس بس ما بعرف الظروف اذا بتسمح له يعني